كان عندنا امل كبير وكان عندنا فرصه كبيره ان احنا ان شاء الله باذن الله نحقق هذه النتيجه، لكن ان شاء الله القادم افضل لفريق النادي الاهلي. يمكن كان معايا كمان في هذه اللحظات اكيد كابتن سامي قمصان مدرب فريق النادي الاهلي. كابتن سامي انا برحب بيك طبعا في البدايه، هارد لك طبعا النهارده بالنسبه للمباراه، لكن كالعاده حضرنا كويس وقدرنا فرص وامور بسيطه جدا، ولسه كان الكابتن سيد عبد الحفيظ بيتكلم عليها، حاجات بسيطه بتفرق مع لعيبه النادي الاهلي جدا وبتفرق في المباراه، لكن قدر الله ما شاء فعل. بنشوف الجيم ازاي وحطنا في الاجواء. كابتن سامي زي ما انت قلت خسرنا نقطتين مهمين جدا بالنسبه لنا، يعني انت عارف الماتشات اللي بتبقى صعبه دي بتبقى محتاج انت فرصه ومحتاج هدف. اعتقد ان احنا كان عندنا هدف صريح يعني بواليا ضربه جزاء برضو محمد شريف، اعتقد كانت تدينا افضليه لان الماتشات دي بتخلص بكده يعني كوره واحده فرصه واحده انت تقدر تستغلها يعني. لكن ما يمنعش برضو ان احنا كان عندنا اخطاء خصوصا في التلت الهجومي، عندنا تسرع شويه، قرارات مش سليمه في التلت الاخير خصوصا يعني راجل اتكلم عليها وان شاء الله نقدر نصلحها الفتره الجايه باذن الله. انت فاجئنا من اداء بيراميدز، كنا متخيلين ان هو ممكن يبقى احسن من كده، ولا شايف الجيم ازاي وتحضيركم كان ليه ازاي كابتن سامي مع الكابتن بيتسو موسيماني؟ والله يمكن احنا اتفرجنا على ماتشاتهم كويس جدا، الراجل عنده تصور كويس جدا خصوصا بالدفع محمد شريف من البدايه، استفاد من سرعاته لان انت عارف هم بيلعبوا دفاع متقدم شويه وفي مساحات كتيره في ظهرهم نقدر نستغلها، يمكن هي دي اللي ما حصلتش في الشوط الاولاني يعني، والراجل كان على طول حتى في الخط كان بيتكلم عليها كتير جدا يعني، كان في تسرع جدا في الثلث الاخير يمكن دي اللي فرقت معنا شويه يعني. لكن رغم كده جالنا فرص واعتقد ان احنا كنا احق ان احنا نكسب يعني، لكن هي دي الكوره ان شاء الله نركز كويس وبروفه كويسه قبل كاس العالم ان شاء الله نركز فيها وان شاء الله ربنا يوفقنا الفتره الجايه ان شاء الله. زي ما احنا متعودين خلاص المباراه بتنتهي بكل ما فيها بمشاكلها وعندنا هدف كبير وعندنا مرحله كبيره وكنا بنتمنى ان احنا نكسب عشان تبقى دفعه معنويه، لكن خلاص لعيبه النادي الاهلي متعوده على هذه الامور. بتشوف كاس العالم ازاي، مشاركتنا ازاي، كنت بسال الكابتن سيد ده وفعنا ازاي، اللعيبه رغبتها ايه، في دماغها ايه، لان بطوله كبيره بقيمه النادي الاهلي حاجه كبيره جدا يا كابتن سيد. بطوله كبيره جدا زي ما انت قلت، بطوله كل العالم بيتفرج عليها و كل العالم متابعها بشكل كبير يعني، احنا بنمثل قارة افكار كاملة بافريقيا، انت بطلها، انت بطل مصر، انت اسم كبير جدا من اكتر الفرق اللي لعبت في كاس العالم، مسؤولية كبيرة علينا وان شاء الله احنا نبقى قد المسؤولية ديت واللعيبة نفس القصة تكون على قد المسؤولية وتحقق طموح جمهورهم ومجلس ادارتنا يعني ان شاء الله نركز كويس فيها. البداية طبعا مهمة جدا يعني خصوصا مع فرقة كبيرة زي فرقة الدحيل عندها لعيبة كتيرة مميزة، البطولة في أرضها أعتقد عندهم برضو لعيبة مميزين جدا برازيليين ومهدي بن عطية، ممكن احنا اتفرجنا عليهم ونتفرج عليهم تاني إن شاء الله، اللعيبة نفس القصة نقدر نستغل إن شاء الله نقاط الضعف بتاعهم ونقدر إن شاء الله نبدأ بداية كويسة تساعدنا إن شاء الله اللي احنا نروح لمكانة بعيدة إن شاء الله. الاشياء اللي بتزعج اكيد الجهاز الفني هي اصابه عدد من اللاعبين، يعني بنفقد وليد سليمان والنهارده كمان بنفقد محمد هاني، عندنا كوكبه من اللعيبه لكن العناصر دي بتاثر بشكل كبير. انا عارف ان الجهاز يمكن مجلس الاداره كمان في قرار مميز جدا ان كل اللعيبه هتكون متواجده، لكن اما بيتصاب حد يا كابتن سامي بتاثر بشكل كبير وبتزعج الجهاز الفني يا كابتن. طبعا خصوصا اللي بتبقى في توقيت صعب جدا يعني، انت وليد بعد ما وصل لحاله فنيه عاليه جدا بتفتقده النهارده في بدايه المباراه، محمد هاني برضه نفس القصه بتفتقده، اكرم اول امبارح برضه نفس القصه بتفتقده، فطبعا طبيعي بتاثر يعني، لكن ان شاء الله عندنا ثقه كبيره في كل اللعيبه الموجوده ان شاء الله، والفتره دي ان شاء الله ربنا ان شاء الله يسلم اللعيبه ونوصل ان شاء الله كاس العالم واحنا كاملين ان شاء الله باذن الله. كابتن سامي مطلوب ايه من لعيبه النادي الاهلي في هذه البطوله؟ عندنا ثقه كبيره فيكم وفي الجهاز الفني بالكامل وفي اللعيبه، مطلوب ايه من اللعيبه؟ رغبتهم عامله ازاي؟ مطلوب ايه الفتره اللي جايه بالنسبه تحديدا في كاس العالم واول المباراه؟ اول حاجه مطلوب اللي هو يفصل طبعا خصوصا بعد المباراه ديت يعني، ان احنا نفصل ان احنا نركز كويس جدا الفتره اللي جايه، ان احنا لازم نبقى زي ما انت قلت على قد المسؤوليه اللي على عاتقنا يعني، مسؤوليه كبيره جدا مش عشان خاطر بس عشان قاره كامله ان شاء الله، هم اعتقد ان شاء الله انهم عندهم احساس بالمسؤوليه ديت ان شاء الله يحققوا ان شاء الله نتائج ايجابيه، وزي ما انت قلت في الاول والاخر انت بتعمل اللي عليك وتجتهد وتعمل اللي عليك وتاخد بالاسباب كلها وان شاء الله ربنا يكتب لنا التوفيق ان شاء الله. شكرا شكرا شكرا. كل الشكر والتقدير طبعا للكابتن سامي قمصان مدرب فريق النادي الاهلي ومن قبله الكابتن سيد عبد الحفيظ.